كيف نرد على من يقول بأن الأديان تعارض العقول ونكتفي بالنقول ويدخل فيها الإسلام، وهناك من يمجد الغرب ويقول بأن تقدمهم العلمي بانتصارهم على الكنيسة، فكيف نرد على هؤلاء؟ آخر السؤال. هناك من يقول أن من يمجد الغرب ويقول بأن تقدمهم العلمي نتيجة انتصارهم على الكنيسة، كيف نرد على هؤلاء؟ نعم، الذي يتنقص الأديان السماوية، الأديان السماوية، هذا يكفر بالله الذي يتنقص شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة نبي من الأنبياء، هذا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، ومن باب أولى من يتنقص شريعة الإسلام إنه يرتد عن دين الإسلام، هذا أمر ليس بالسهل. الأديان السماوية تحترم لأنها من عند الله عز وجل، وإن كان دخلها التحريف والتغيير لكن أصولها من عند الله عز وجل، فلا يجوز تنقصه، إنما يتنقص المحرف منها، وهذا ليس من دين الله عز وجل. التحريف ليس من دين الله، لكن الأصل من عند الله عز وجل. وأما إيش بقية السؤال؟ الإعجاب بالغرب. الإعجاب بالغرب لا يجوز، الإعجاب بالغرب، الغرب كفار، والله أعطاهم زهرة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا يعجبنا ما عليه الكفار لأنه استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأما ما وصل إليه الكفار من المخترعات والمصنوعات فهم يقولون إنه بسبب خروجهم على الكنيسة. نعم، الكنيسة باطلة، خرجوا على الباطل، لأن الكنيسة ليست من عند الله عز وجل، وما فيها هو من وضع البشر ومن عمل البشر، فخروجهم عليها هو الذي منحهم الحرية ومنحهم، لأنه تحجبهم عن ذلك، وهذا باطل. ديننا لا يمنع من الأخذ بما ينفع، لا يمنع من الاختراع، لا يمنع من الصناعة، لا يمنع من التجارة، لا يمنع من كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ومصلحة للجماعة وللأفراد.